إجهاض؟ أنا ممكن أموت. يا جمالك. بصي يا اما الفستان بقى حلو ازاي؟ وده كمان حلو قوي. ايه ده؟ انا اللي عايزه اعرف ايه ده؟ ده اختبار حمل. ما انا عارفه انه زفت. انت بتقابلي جوزك الصيع ده من ورانا؟ والله العظيم ابدا ورحمه ابويا ما قابلته يا اما والله. لا يا اما ما تبصيليش كده وانت شاكه فيا. حرام عليكي، ده انا تربيت ايديكي. لو سرتك يا فاطمه، لو اللي في دماغك ده صح، مخلفه البنات يا شايله الهم للبنات. ناديه. نعم يا ماما. تعالي عايزاكي. مش قادره، عايزه انام دلوقتي. استني عندك، كلميني زي ما بكلمك. في ايه يا ماما؟ انا جايه من الكليه مش شايفه قدامي. مش قبل ما تجاوبيني. اصبري يما بس بالراحه. مالكيش دعوه، اخرجي منها، ابعدي. هو في ايه؟ انا مش فاهمه اي حاجه خالص. ده هيفهمك. ايه ده؟ انا ما اعرفش البتاع ده. هو انتوا عايزين ترموا بالكم عليا؟ عايزين تلبسوني نصيبه؟ طب والله العظيم اخافوا. كدابه كدابه عينيكي كلها كدابه. عينيكي كلها. انتي بدل ما ابعت اجيب اخوكي يا شباب. بالراحه يما بالراحه. والنبي يا ناديه، لو عبد الله عرف هتبقى مصيبه، مش هنعرف نلمها. انتي ازاي؟ خلاص والنبي بس بلاش عبد الله والنبي. انا هقول كل حاجه والمصحف. انتي خلاص والمصحف هقول انا غلطت. بس غلطت يعني ايه؟ يعني انا حامل بس والله العظيم 3 ما اعرف حصل ازاي. يا فاكره يا بنتي، يا فاكره هتموت في ايدي. خليها هتموت. أنا حاسة إنك تستاهل الموت يا أمه والمصعب، بس والله العظيم ما كنت في وعيي. أوعي تنطقي أمك دي على لسانك. فاهمك؟ أوعي. ليه تعملي فيا كده؟ حرام عليكي. حرام عليكي، ده أنا كنت بحاول أشكل الزمن. حرام عليكي. ما خفتيش مني ومن أخوكي. ما خفتيش من الأخوة. انطقي. انطقي يا فاجرة! انطقي. مين الفاجر اللي عمل فيكي كده؟ اوعي! انطقي! خلاص والنبي والنبي! مين الفاجر اللي عمل فيكي كده؟ واحد معايا في الجامعة اسمه طارق. قولي لي عنوانه. انطقي! انت فين يا بنتي؟ ايه؟ طب ده انت عارف الطريق لوحدك اهو. ارضى يا بنتي ليه؟ طب اخلصي بقى عشان انت وحشتيني والله. تمام يا حبيبتي. خلاص ده انت قربتي اهو. باي باي. طارق بيه. خير. في واحدة بتسأل عليك. دخلها بسرعة. حاضر. ايه ده؟ هي لحقت تيجي؟ ولا عاملة لي مفاجأة بنت الايه؟ أعوذ بالله. اتخضيت. ليك حق. ما اللي أنت عملته يخض. أنت مين يا ست انتي؟ أنا مو نادية. نادية؟ نادية مين؟ نادية زميلتك اللي أنت ضحكت عليها وجريتها لسكة الحرام. حرام إيه وحلال إيه؟ أنت عايزة إيه يا ست انتي؟ أنت فاهمني كويس. اسمع أما أقول لك، اللي أنتوا عملتوه ده كان نتيجته طفل، والطفل ده لازم له أب يعترف بيه. طفل أه. أنت جاية ترمي بلاكي عليا بقى. أنت لسه هتنكر؟ نادية حكت لي على كل حاجة. اسمع يا ابني، احنا الناس غلابه وملناش في المشاكل. كل اللي انا عاوزاه منك انك تكتب عليها ولو ليوم واحد، وبعد كده بقى طلقها لو حبيت، بس ارحمها وارحم اللي في بطنها، وارحم نفسك من حساب ربك. بص بقى يا ست الكل، انا مفيش بيني وبين بنتك اي حاجه، واذا كانت بنتك غلطت فراح اشوفي غلطت مع مين. بنتك على فكره سمعتها في الجامعه زي الزفت، وعرضت عليا نفسها اكتر من مره وانا اللي كنت برفض. عارفه ليه؟ لانها كانت طمعانه تعيش في المكان اللي انت شايفاه ده. قد كده انت سافل. اه سامي. خرج الست دي بره. اعمل حسابك لو شفت وشك هنا تاني مش هيحصل لك كويس. يلا. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا. حسبي الله ونعم الوكيل. انت فين يا بنتي؟ يا باصص لي كده يا انت عمال تفرك ما تخلص يا ابو عمير. اخش في الموضوع. عبد الله انت على فكره ذكي جدا. انت عارف ان انا عايزك في موضوع بقى يعني حاسس. ما هو باين عليك اهو. والله العظيم ما تخلص يا قلق. بصراحه انا محروج منك. ليه محروج ليه؟ ده احنا اهل. خش في الموضوع وقول لي. هو ده بقى العشم بقى اللي مخليني بقى عايز اتجرأ. انت عارف بقى ده انت لما جيت مصر عبد الله بقى قلت لك شقه وقلت لك شغل. عاير براحتك مفيش. لا 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 ده انت اخويا عبد الله. فاكر ايام ده؟ فاكر ايام ابو النمره؟ دي ايام تتنسي. احنا صغيرين. وانا انسى رخامتك معانا. فاكر فاكر ياد لما كنا في الترعه وخدت الهدوم وطلعت تجري وسبتنا بلابيس وانا والواد ساكرين البلد كلها اتلمت علينا وجبت اهل البلد كلهم علينا يتفرجوا. يا عبد الله ده انا نسيتها دي. اخلص بقى يا اخويا قول لي عايز ايه. بصراحه يا عبد الله ايه؟ انا عايز اتجوز اختك ناديه. ايه؟ عاوز ادخل فيلم شاديه. لا انت قلت نادي. انا اقول لك عبد الله انت بتخوفني ليه؟ ايوه انا عايز اتجوز اختك ناديه يا عبد الله، وبعدين يعني ما انت عارف ان انا واد كسيب واقدر اهننها وستتها كويس جدا يعني واجيب لها بالابره للصاروخ. ما انا ما اقصدش يا ابو عميره بس انا عارف ناديه اخت كويس، ناديه دي جالها ناس كتير قوي وبص عليوي ودماغها يعني متركبه غلط. يعني بصراحه انا خايف عليك ومش عايز شكلك يطلع زي الجزم، انا عارف بقول لك ايه؟ اصرف نظر على الموضوع ده لان هي مش هتوافق بيك. الله 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 يا عبد الله. ايه يا عبد الله؟ هو انا قليل ولا ايه يا عبد الله؟ يا عم هي دماغها كده. هي دماغها كده؟ اه. ماشي يا عبد الله. هو ده اخر كلام عندك يعني؟ هقول ايه تاني؟ ماشي يا عبد الله. وايامه بالنمر دي كانت زي الزفت يا عبد الله. سلام. ما كانت زي الزفت عشان انت فيها. عامل لي فيها مارادونا؟ ده انت مارادونا لو شافك هينتحر. انت مالك منشكح قوي كده ليه؟ بالراحه يا سماح. ده لسه دافع فلوس عمليه امك. وايه يعني؟ ما هو ياخد فلوسه دي على داير المليم ان شاء الله. انا عايز رضاكي بس يا سماح. شفتي دكتور والنبي شفتني يا دكتور. الحمد لله العمليه نجحت. الحمد لله ربنا يخليك يا رب. الحمد لله. انا يخليك اما اكلم عبد الله طمني. سماح ده انا زفت مش عارف تتصرف يا ابو سماح ولا ايه؟ ما تهدى يا ابو شو، ما حدش هيتجوز سماح غيرك، وبعدين ده شغل عيال يا اخي. عشان تشوفك بتحبها ولا لا، بتشوفك بتغير عليها ولا لا، ما تكبر دماغك يا اخي. سيجاره بقى حشيش ولا فاضيه؟ انت ايه ياما؟ هي اختك خلت في ايدينا حاجه نعملها وخلاص. يعني ايه؟ قلبنا كره انه له علاقه باللي في بطنها. وقال لي اختك سمعتها زي الزفت في الكليه وانه ما شرفوش انه يتجوزها ولو ليوم واحد. عملت بيك ايه؟ بس ياما بس قدامك. حرام عليك والنبي، حرام عليك. حرام عليك. بس 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 وانتي حرام عليكم، حرام عليكم. انا اعلى منين ولا منين؟ يا رب يا رب يا رب صبرني على ما ابتليتني يا رب، يا رب صبرني يا رب. ايوه يا عبد الله، انت كنت بتقول لي ايه؟ اصل لا مؤاخذة انا سرحت منك شويه. ولا يهمك يا عمي، انا جاي طالب ايد سماح. بص يا عبد الله، دلوقتي انت ابن سوق وهتفهم الكلام اللي انا هقوله لك كويس. قول اللي عندك يا عم، انا سامعك. بص يا عبد الله، دلوقتي انت بياع وبتفهم في الاصول كويس. لو جالك زبون عاوز يشتري منك بضاعة واشتراها وساب لك عربون وحجزها ومشي، قام جالك زبون تاني عاوز يشتريها منك، ينفع تبيعها له؟ بس أنا مش جاي أبيع ولا أشتري، أنا جاي عشان أتجوز. ما أنا الاتنين عندي زي بعض، أصل سماح مخطوبة لشوقي بيه من زمن، من قبل أنتوا ما تيجوا المنطقة خالص، وبعدين هي بتحبه وسعادتها معاه. يعني انت لو بتحبها صحيح سيبها، هي سعادتها مع شوقي بيه. عارف لو انتوا اتجوزتوا هتشحتوا سوا. اشرب الشاي. وعلى ايه بقى الشاي؟ بس انا عايز اقول لك حاجه يا ابو سماحه قبل ما امشي. في حاجات في الدنيا كتيره قوي ما بتتقدرش بمال، انما الحاجه اللي ديتها فلوس بتبقى رخيصه. سلام ابو سماح. انت زعلت يا عبد الله؟ مش مهم، المهم يبقى لها تمن وخلاص. كده يابا بترخصني؟ طب يكون في معلومك لو ما اتجوزتش يا عبد الله انا اكون مولعالك في نفسي. الوصولات الامانه اللي عليا لشوقي اعمل فيها ايه؟ مش مشكلتي يا اخي، ان شاء الله يسجنك بيهم يا اخي. يرضيك ابوك يتسجن يا سماح برضه؟ مش احسن ما انا اللي اتسجن مع واحد مش طايقه ابص في وشه يابا. طب وفلوس المستشفى اللي دفعها عشان عمليه امك؟ والله ما حدش قال له يعمل لي فيها 7 رجاله في بعض، ولا حد كان ضربه على ايده عشان يدفعه. وبعدين انا قايله لك قبل كده لما ربنا يفرجها عليا هسدهم. يعني ايه يا سماح؟ يعني يا تقرا فتحتي على عبد الله يابا يا تقرا الفاتحه عليا. بعد الشر عليك يا سماح. ده انا اللي هقرا الفاتحه عليك. كل شويه تقول لي بكره تشوف بكره تشوف، اديني شفت اهو. يا ابو الشوق، البت دي دماغها ضارب لسعه. هي قالت لي يا تقرا فتحتي على عبد الله يا تقرا الفاتحه عليا. انا خفت بصراحه لا تولع في نفسيها ولا تعمل حاجه، وبعدين لا انت هتطولها ولا انا هستفيد حاجه. قلت اجاريها لغايه ما اقابلك ونشوف هنعمل ايه. من يوم ما ظهر واد عبد الله ده واكل عقلها بحلاوه، مش عارف اعمل معاه ايه. اعمل معاه اي حاجه، اخفيه، اقتله. لا بلاش تقتله، بلغ عنه البوليس انه من داعش، او بلغ عنه البوليس انه حرامي عربيات ونخلص منه. اطلب لنا بقى ازازه عشان نعرف نفكر كويس. ازازه ايه يا عم تنيل؟ يا بلبل ازازه كمان على حساب شوقي بيه. لا على حسابه. اوه نادية ما تخافيش، أنا معاكي ومش هسيبك. أنا هموت من الخوف. وبعدين الناس دي كلها، أنا كنت فاكرة إن إحنا هنبقى هنا لوحدنا. الناس دي كلها عندها نفس المشكلة بتاعتي. ممكن ما تفكريش في حاجة؟ إن شاء الله ربنا يخرجنا من الأزمة اللي إحنا فيها دي. يا بنتي حرام عليكي، عملت إيه يا بنتي؟ بوكلي نفسي، بوكلي يا جدع. قضاء ربنا، وانا قلت لك من الاول ان عمليه بنتك مش سهله، انت اللي قلت لي اعمليها وربنا يسترها. خدي بالك، اي شوشره يبقى فيها فضيحه بنتك، استري عليها زي ما كنت بتحاولي تستري عليها في الدنيا. بقاء لله. بنتي حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ناديه ناديه استني. طيب شفت في الست دي حالتها الام. طب ممكن تنسي كل حاجه انت شفتيها وتيجي نحضر المحاضره بتاعتنا؟ انا مش قادره اروح، انتي انا اصلا جيت معاكي عشان مش قادره اتلم على اعصابي. طب اهدي، ومش قادره اروح البيت. مين؟ ناديه؟ مش باينه يعني، بقالك فتره. ايه شفتي لك شوفه تانيه بره الجامعه ولا ايه؟ بقول لك ايه، خليكي في نفسك بقى. طب ما تطلعي انت من الموضوع ده يا ميرا، عشان اصلا الموضوع ما يخصكيش. ما تتلمي بقى، انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه ايه بالظبط؟ انت كمان بتكلميني انا كده؟ اه، ومش هتكلم غير كده بعد كده اذا كان عاجبك. ده الشمال جرائك خالص يا نونو. جرائني؟ طب انا بقى هقول. لا لا لا، شمال؟ ايه ده؟ يا شمال ايه اللي بيحصل يا بيعه؟ انا بيعه اتوقع يا زينها. امشي يا بيعه، انت بيعه خلاص بقى، خلاص يا حقيره يا حقيره. ابعدي عنها بقى خلاص. انا اتوقع ايه يا واتيه زيك. اسكتي بقى لو سمحتي وابعدي عنها. انت نسيتي اصلك. اسكتي. السوق نايم على الاخر يا معلم. عندك حق، لكن هنعمل ايه بقى؟ ادي الله وادي حكمته. اللي قول لي عملت ايه صحيح مع الواد النصاب اللي اسمه عبد الله ده؟ هعمل ايه معاه؟ اديني مستني. مستني ايه بس؟ انا لو منك ترفع عليه قضيه طالما ما خدش فلوسك لحد دلوقتي. قضيه؟ المحاكم حبالها طويل، يعني محامي رايح محامي جاي، يعني فلوس. انا معذور. انت ليك عنده كام؟ 15000 جنيه. طب انا عندي فكره. ايه؟ هديك انا ال 15000 جنيه اعمل معاك واجب جامد قوي وافك زنقتك، بس ليا طلب عنك. ايه هو؟ ترفع قضيه على الواد ده بصلاه الامان اللي عندك، ولما يرجع لك الفلوس برجع الفلوس انا بضاعف. طب انت هتستفاد ايه من ده كله؟ ايه يا جدع اللي بتقوله ده؟ اخويا وبقف جنبه بفك زنقته، حق الرجوله والجدعانه يا جدع. يا شوقي يا شوقي، ما تجيب من الاخر وفطمنا على الدور. بصراحه انا عايز اعزل الواد ده، هو مضايقني في حاجه كده، بس الموضوع ده يبقى سر بيننا، محدش يعرف عنه اي حاجه. بدل بيني وبينك ايدك بقى على 30000 جنيه. 30000 ايه؟ هم مش 15؟ 15 تمن الايصالات، والباقي تمن جلك فيه. ايه؟ هم 20000 جنيه بس. خلاص؟ اقول لك على حاجه، 10 دلوقتي و10 لما ترفع القضيه، الاحتياط واجب. شوف يا جدع، الدنيا ما بقاش فيها امان. امين. مبروك يا عبد الله. الله يبارك فيك. الف مبروك يا دناي. الله يبارك فيك يا عم. ربنا يتمم لك بخير يا عم. خليكي لينا، تكلمينا دايما كده يا عيطتي ليه؟ الله يبارك. يلا مالك يا مسامعه؟ سيف لا تاخد حته من قلبي يا عبد الله. دي فاتحه لسه يا مسامعه، وحته من قلبك بقت في قلبي، فالاثنين واحد. مبروك يا مسامعه. ما خلاص بقى، احنا ما بنعرفش نفرح ولا ايه؟ مبروك يا سماح. الله يبارك فيك يا سكرينه. مبروك يا عبطلي. مبروك يا سكرينه. عقبالي يا عبطلي، عقبالي لما اقعد مكانك كتي ويقولوا لي مبروك يا عبطلي. وانت بصحتك دي هتلاقي واحده تاخدك. وانت مالك انت؟ ايش خشخشك انت في الموضوع ده؟ الله، بتتكلم عن الله. بقول لك ايه يا عبد الله؟ ايه يا حماد؟ دلوقتي شوقي دفع مصاريف المستشفى بتاعت ام سماح. وانا راجل حسيس، مش عايز اطلب منه حاجه تاني. انت عارف يعني، انت ما بقتش غريب، بقيت مننا يعني. ما انا عارف. انا عايش معاك 700 جنيه عشان اجيب شويه فراخ والدواء بتاع مسماح. كام يا حماد؟ 270 جنيه بتاع حاضر. ايه يابا، ايه هو اللي انت بتعمله ده؟ ينفع كده؟ انا بهزر. بيهزر يا عبد الله، بيهزر يا عبد الله، بيهزر. والله انا قلت صعب، والله العظيم قلت صعب من الاول. انا بتكلم جد والله. لو عايز فلوس طب ما نشرب الشربات بقى بدل ما يبرد. حضرهم لي بعد ما تطلع. يلا عسل يا حماي. الحمد لله الليله عدت زي الفوش. بس الراجل ابو سماحتي ايه؟ ده راجل سينح وتنح حكيتي وما بيختش مع حد يا ابو عمير. عبد الله يفرح ومستكتر على غيره يفرح. ايه تي؟ في ايه يا ابو عمير؟ وانت بتقول كده ليه؟ رفض جوازي من اخته ناديه. قال ايه بص على الليوي؟ انا اترفض؟ بذمتك هتلاقي احسن مني يا سكرينه؟ هتلاقي احسن منك بكتير. ايه؟ انت عايز تتجوز سنة ايه؟ هو حرام ولا حرام يعني؟ هو مش حرام ولا حاجه، بس يعني حرام تسلمها معاك. هي مش من تنتك يا ابو عمير. منها في الجامعه؟ طب انا راجل كتسيب. مش هينفع يا ابو عمير، دي رفضت نص شباب ابو النمرس وناس ايه مراكز يا ابو عماري، اقل واحد فيهم احسن منك 100 مره. وانا مفيش حد زيي، اعمل ايه بس بحبها. بتحب ناديه؟ ايه حكايتك عمال اقول لك ناديه ناديه، ايه يا اخويا ناديه؟ ما ينفعش يا ابو عماري، دي حب كاسب، زي الحمل الكاسب كده بالصبر، يجي يومين كده ثلاثه ويروح لحاله. انت يا ابو عماري لازم تنساها يا ابو عماري. وانت مالك انت وش حشرك انت في مشاعري واحاسيسي، وما تاخدش نام. مش كاين نوم انا. خلاص اخدش انام انا. يا ريت. اخرب بيتك. الله يخرب بيتك يا ابو عماري. ناديه. وانا قلت لك ما تركزش معايا يا عبد الله. ابويا هيعمل اي حاجه عشان يجوزني لشوقي. انا حظي كده بيطلع لي في كل خراب عفريت. اصل انت مش فاهم، ابويا فاكر بقى ان شوقي ده تل فلوس، وان اتجوزتي منه انه هيامن لي بقى مستقبل انا وهو وامي. والله انا مستحمل كل ده عشانك. اسره كنت عايزاني في ايه؟ صحيح. مش كلمت لك المعلم تهامي؟ مين تهامي ده؟ ده يا سيدي المعلم اللي انا كنت بشتغل معاه قبل ما يسيب هنا ويروح على بورسعيد. وقلت له بقى ان انت عايز تاخد منه بضاعه. قال لي يجي من الصبح ويشيل كل اللي هو عايزه. وبالاجل كمان. لا والنبي. والمصحف. اللهم صل على النبي. طب فين ده؟ في بورسعيد. يعني اروح لبورسعيد؟ جرى ايه يا عبد الله، ما تشد حيلك بقى كده وتسافر. خلاص انا بكره اروح لبورسعيد. بص لي كده ليه؟ بمل عيني، ما انا مسافر بورسعيد بقى. هتوحشيني والله. رايح ايطاليا يعني؟ لا هتوحشيني. انت قوي يا عبد الله. بتحبني؟ يعني كل اللي بتعمليه معايا ده مش عايزين احبك، ده انا عايز اعمل لك تمثال. طب بتهزر بقى ليه؟ يا بنت بحبك بجد. انا مصحف وانا قوي. ايه تي؟ كل تي هدوم ده انت هتروح يوم بس. مش هوصي كلام اخواتي سكرين. ها؟ عيب يا عبد الله، ما تقولش كده. امك تي امي وفي نفس ساعة الوقت خالتي، وانت يا عبد الله ابن خالتي وفي نفس ساعة الوقت. يا عم ايه المعلومات اللي انت شغالها لي دي؟ هتطلع الفرشه وانا هاخد تاكسي لغايه المحطه. ماشي. اروح الحمام. ها؟ حمام ايه؟ مش وقته تي ياد عشان الطريق يالا. ماشي. عطلي رقم غريب، رد لحسن يكون راجل بتاع بورسعيد. ماشي. الو. الو عبد الله معايا؟ ايوه انا واحده خايفه عليك وعلى مصلحتك، وعايزاك تدور ورا اختك ناديه شويه، عشان هي على علاقه بشاب في الكليه واسمه طارق، وكمان ضحك عليها. وطبعا انت ممكن ما تصدقنيش، بس خدها واكشف عليها. بتقول ايه؟ بتقول ايه يا نهار اسود؟ وساعتها هتعرف ان انا صح. سلام. الو. الو. مين يلا؟ النمره غلط. طب يلا يلا يلا. بقول لك يا سماح، ما تيجي نفطر مع بعض، حتى كده يبقى عيش وملح، احنا عمرنا ما عملناها. متشكرة، سبقتك. بلاش فطار، خليها غدا. هاكلك أكلة سمك عمرها ما حكت بقك. والله ماليش في الزفارة. زفارة؟ ماشي، اسمع كلامي حتى نشجع بعضينا. ده أنا نفسي مفتوحة أوي النهاردة. وإيه بقى اللي فاتح لك نفسك أوي كده النهاردة يا أبو الشهور؟ عواطف. عواطف مراتك حبيبتك ام بناتك اللي ما بتسالش عليهم ليك مده. ايه اللي شغلك يا ابو الشوق؟ الشغل جديد قوي. وعلى كده بقى الشغل ماشي ولا معاصلك معاك حبتين؟ معاصلك ومش راضي يفك، بس بعون الله هيفك. قولي لي بقى، مش بعوايدك تيجي يعني في حاجه؟ لا مفيش حاجه، كنت نازله كده بعمل كام مشوار، قلت افوت اشوفك بتهب بيه. يوه يقطعني، قصدي اطمن عليك. معلش زلت لساني. طول عمرك مؤدبه، سهلت عليك العافيه. الشيشه بتاعتي ده سمسوس. ولا اجيب لي عناب والنبي يا معلم. امشي يا ده، طول عمرك طماع. انا حاضر يا معلم. تعال ضاحك زود شاي. انا وجب يا معلم. معلم سلطان سيدي المعلمين، صباح القشطه. صباح الجمال عليك. اتفضل يا معلم. الامانه ايه؟ ايه ده؟ نهارا جهارا كده، مش خايف من حد ولا ايه؟ وده عز التمويه يا معلم، انا لما اجي لك بالنهار محدش ياخد باله. اه عملت زي الهربان من الحكومه، راح استخبى فوق الاسم. حلو بس خلي بالك حساب الارضيه هيتحسب النهارده بتاع الشنطه دي. واجب يا معلم. اه ده الشبشاه طول عمرك ابو الواجب يا معلم. شوف وشك على خير يا حبيبتي. خلي بالك من نفسك يا بنات. ربنا يسترها ما يوصيكمش بقى البخور والاسكار. ولو النور قطع ما حدش يقف في المطبخ لوحده. الاسكار ماشي. المهم انت خلي بالك من نفسك يا عبد الله. ان شاء الله هي ليله وراجعه ان شاء الله. امال فين نادي؟ نادي تعبانه يا ابني، ما انت عارف عندها برد، برد جامد شويه. يلا سلمي لي عليها وبوسي لي توته. يلا مالك يا في ايه؟ مفيش يا عبد الله، يلا عشان ما تاخرش. طب يلا. لا اله الا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. مالك سكرين؟ يعني انت زعلان انا ما خدتكش معايا بورسعيد؟ طب ينفع نسافر ونسيبهم فوق لوحدهم؟ طيب يلا اشوفك على خير يا حبيبي. يلا يا حبيبي. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. خلي بالك من نفسك يا عبطل. خلي بالك منها مسكين. ها يلا وبطلع اطلع الفرش. بسم الله السلام عليكم. وبعدين يما نفضل مخبيين على عبد الله لحد امتى؟ اياك يعرف. يا سكرين عبد الله نسي حاجه؟ لا يا خالتي عبد الله ماشي خلاص. يعني بس كنت عاوز نادي. عاوزها في ايه يا سكرين؟ يعني عاوزها في حاجه كده. ماشي هصحيها لك. اقفل الباب وراك وادخل. نادي يا نادي يا بنت. البنت ما بتردش. سيبك يا خالتي. لحقت. ناتي افتحي يا ناتي. ناتيه افتحي. اكسر الباب يا سكرين. ناتيه يا لهوي. ناتيه لو النبي يا رب، لو النبي يا رب. استرها معانا يا رب، وحياة حبيبك النبي ما تولى قلبي عليها يا رب. يا ام والنبي ان شاء الله هتبقى كويسه. سكرين اوعى تكون يا اخويا كلمت اخويا وقلت له حاجه. لا يا خالتي. طمني يا دكتور والنبي. ادعوا لها ربنا يغفر لها ذنبها ويسامحها.